اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. كابتن احمد كشري نجم النادي الاهلي السابق ونجم مصر، شرفنا كابتن. حبيبي يا كابتن سيف، اخبار حضرتك ايه؟ والله كله تمام الحمد لله. كله تمام؟ تمام الحمد لله. بص بقى، النهارده قبل ما اسالك في اللقاء، هناك اقوال بعض الناس شايفه ان الاهلي خسر ما كانش كويس، وبعض الناس شايفه ان الاهلي خسر وكان في افضل حالاته، وبعض الناس شايفه ان الاهلي عمل مباراه كبيره وضيع اهداف كتيره، ودي الناس صحابي اللي انا معاهم. انت مع اي حد منهم؟ لا، انا مش شايف ان الاهلي عمل مباراه كبيره، لا. لان المباراه النهارده وجهه نظري كنت حابب النادي الاهلي يبدا زي ما بدا مع الهلال السعودي. يعني الاهلي كان في مباراه الهلال السعودي، وانا يمكن كنت بنادي في الفتره اللي فاتت لما حد بيسالني عن النادي الاهلي بقول الاهلي ما يبقاش رد فعل، الاهلي لازم هو اللي يبدا ويبادر. يعني هو اللي ينزل يضغط الفرق. هو الاهلي النهارده ده سان داونز اكبر بكتير من حجمها؟ كان متحفظ. لا، هي فرقه محترمه، فرقه كويسه جدا. والله يا كابتن انا ما شفتهاش كده فنيا. لا، النهارده كانوا كويسين، متوسطه المستوى. والله النهارده كانوا كويسين جدا. يعني انا لا، عندهم لعيبه بتقف على الكوره. كابتن انت عندك ال 30 دقيقه اللي في اخر الماتش، الفرقه ما جاتش. يعني النادي الاهلي من اليمين ومن الشمال ومن النص، وفرص فرص فرص فرص، فرقه ما بتطلعش. بس الشوط الاول هم اتاحت لهم فرصتين تهديف. يعني في كوره اللي وصلوا بيها للمرمى وكان هيشوطها اللاعب في 6 يارده وعرضها، لو لعب على الجون كانت هتبقى زي الجون اللي جه. لا، فرق كوره، هم لاعيب الكوره زي ما بيقولوا ايه، يعني حورتجيه شويه، لاعيب الكوره خماسي، بينقلوا كوره تحت ضغط كويس قوي، بيقفوا على الكوره، بيطلعوا مع بعض، فرقه منظمه. لا، فرقه تقيله النهارده، كان شكلهم كويس. بس مين اللي اداهم المساحه دي؟ وجهه نظر النادي الاهلي. النادي الاهلي لازم احترم الفرق اللي قدامي. ده طبيعي، بس في ملعبي لازم ابقى عندي في البدايه انا اللي بادئ الجيم، انا اللي ضاغط. لان كل الفرق حتى بفرقه سان داونز عندها مشكله في خط الظهر، انت ما اشتغلتش على دي. يعني انت النهارده بتلعب بثلاثة ديفندر في نص الملعب، انا مع موسيماني ممكن يكون عامل حساب للفرق اللي قدامه، لكن في نفس الوقت لا، انا عندي كان قفشه الماتش اللي فات كان ماشي كويس جدا، انا العب باثنين ديفندر واحط قفشه الثالث قدامهم 10 واشتغل اهاجم. ما كنتش انا النادي الاهلي في ملعبي اضغط الفرق واعمل عليها بريس عالي جدا اول ربع ولا ثلث ساعه ولا حتى الشوط الاولاني كله. انا دخلتهم معايا في الجيم، اللي انا شفته النادي الاهلي دخلهم في الجيم معاه، خلى الفرقه تبقى ماشيه مع الاهلي 50-50. وفي اوقات الشوط الاول كانت هي افضل، بتوصل للمرمى. الشوط الاول ما كانش فيه فرص كتير. يعني لو قلت لحضرتك دلوقتي نرقم نقط سلبيات النادي الاهلي النهارده كانت ايه؟ انه ادى مساحه او احترم فرقه سان داونز زياده عن اللزوم. زياده عن اللزوم، زياده عن اللزوم. كان متحفظ بالظبط،